معانا دلوقتي أول استغاثة، الأستاذ يسري فهيم. برحب بحضرتك معانا أستاذ يسري. ممكن تسمعني بالتليفون بعد إذنك وتوطي التلفزيون بعد إذنك؟ أستاذ يسري يا ريت زمايلنا بس يبقوا. مين معايا أستاذ يسري؟ أنا بنته. طيب ممكن من فضلك ممكن تبعدي على التلفزيون، معلش عن التلفزيون عشان بس تسمعيني، تمام. وبيبقى في تأخير في التلفزيون شوية. أي تمام، احنا بعيد عنك. تمام، طيب أهلا بيكي، أهلا بحضرتك. أنا اسم في المعهد حضرتك ايه؟ نسرين يسري. نيفين نسرين يسري نسرين. طيب قولي لنا يا نسرين، ايه المشكلة اللي عندكم؟ دلوقتي يا فندم، احنا في بلطجية تعدت علينا. تمام، رحنا تعدى على فين فين والدي. فين يا والدي نسرين فين عروسه. حبيبتي؟ انتوا فين؟ نعم، انتوا فين البلطجية؟ احنا البحيرة، محافظة البحيرة دمنهور. يعني انتوا في البحيرة نفسها ولا في مركز تبع البحيرة؟ لا، احنا في البحيرة ذات نفسها، محافظة البحيرة في ظهرنا دمنهور. يعني في جوه قلب المحافظة، وتم الاعتداء والتعرض ليكم من قبل مين بقى؟ من قبل بلطجية، واحد يدعى عبد العزيز محمود حمام، اه وواحد اسمه ابن اللي هو احمد عبد العزيز محمود حمام. طيب، يعني دخلوا عليكم البيت وتعدوا، يعني دي صورة، الصورة اللي انت بعتيها دي والدك وهو في المستشفى. ده والدي هو في المستشفى يا فندم بعد التعدي عليه. حصل امتى بعد التعدي؟ العمل، حصل امتى التعدي ده التعدي يا كان يوم نسرين؟ 23/7 اه الساعة 10:30 بالليل. طب ايه السبب بقى؟ يعني ايه اللي خلاهم يتعدوا عليكم في البيت؟ اتفضل. ولا حاجة يا فندم، هم ناس واخدينها بالبلطجة. كل الفكرة كلها ان احنا عندنا محل اكل عيش، هنا محلنا اللي احنا فاتحينه، اه بيرسلوا العربية سيارة الأجرة بتاعت الولد بيرسموها قدام بيتنا. تمام، عايز كذا مرة نتكلم معاهم، يا جماعة ده محل أكل عيش، ما ينفعش حد يرسم قدامنا يجي. تمام، خلاص مش هنركن تاني مرة، يرسمها عندي. نبعت ناس قرايبهم، نبعت ناس يا جماعة كلموهم، ما ينفعش عشان ما تحصلش خناقة أو يحصل أي حاجة. ما فيش أي حاجة يا فندم، العربية بتتركن تاني يوم، ما فيش أي مشكلة، ببرود جدا كأنهم ما عندين معانا وقاصدين. اه لحد اخر مره يا فندم، احنا انا والدي بعت اخويا لباباه، قال له لو سمحت شيل العربيه عشان انا عايزه افتح محلي وحضرتك اسمي عربيه. طبعا بعتنا ابنه، ابن بلطجي شتايم بقى مش كويسه جدا، واحنا وطلع لنا بعيد، طلع حديده من العربيه وانا مش شاري العربيه، واحنا شارع الحكومه وانتوا شاريتوه ولا ايه؟ وبلطجه وقله ادب، وايه ده؟ ايه قله إيه الادب دي؟ بعدين يا فندم حصلت زي مشاكل خفيفه، وانتهى الحوار على كده. لقيناهم بالليل الساعه 10:30 بالليل، والدي قاعد في محله تحت، داخل اه عليه متهجم عليه، داخل عليه بسكينه من 40 ل 60 سم، فاتور كبير جدا حاد، داخل عليه معوره في رجليه وكسر تليفونه وسارق فلوس من المحل كتير جدا، ومكسر المحل، معوره في ايده اليمين، كسر عظمه وقطع وريد يا فندم وشريان. ايه ده؟ ايه البلطجيه؟ احنا طب عايشين فين؟ انا ما بقتش افهم احنا عايشين فين يا فندم. طب وكل انتوا ده يا فندم دلوقتي الولد، اه يعني اللي حصل ده انه يعني بالفعل دلوقتي لما راح المستشفى اتعمل تقرير ان في تعدي، وانتوا عملتوا المفروض محضر، ايه اللي حصل بقى ايوه بعد يا ما فندم. عملتوا محضر؟ اتفضل. والدي بعد ما حصل الخناقه دي كلها يا فندم، اه طبعا والدي اخذ بعضه وراح للقسم عشان يقدم بلاغ فيهم. اه طبعا في الضابط محمد عطا الله، ده ليه علاقه وطيده جدا بالعيله، بالبنت ومامتها والعيله كلها. طبعا ادوا له تليفون على هناك. اخر اول ما راح واخد التليفون من والدي، عشان والدي ما عرفش يتصل بحد، ومش عايز يوديه يعمل تقرير طبي، وعايز يحجزه تحت. والتقرير الطبي لما راح يعمله في المستشفى، تقرير المستشفى لخطوره الحاله، ما قدرتش تعمله العمليه. قالت لو عملنا له العمليه هنمضيها على اقرار، لو حصل عجز او العمليه باظت هو يتحمل العملية دي العجز. كانت هو علشان طبعا خاطر يحصل ايه؟ الايه؟ العملية دي كانت ايه؟ عبارة عن ايه العملية؟ العمليه المفروض يجيبوا دكتور او طار، والمستشفى اللي احنا تحولنا لها تبع القسم ما فيهاش دكتور او طار. اه فمرضيوش فاحنا يا فندم يعملوا العملية، القطع. مش عايزين يعملوا العمليه. ايوه، اه وقالوا المفروض ان هم يحولونا على مستشفى تانيه، لان انا والدي عنده السكر والضغط وحالته خطيره، لو غاب عن كده ممكن يحصل بكر. ف
فطبعا يا فندم مفيش اي مراعاه، لا احنا مش هنحولك، احنا هنلسك كده باي شاش بايدك كده من غير عمليه، من غير عمليه الاوتار او جبس للعظم، احنا هنلسك كده بشاش وهنوديك الحبس لعدد 3 ايام لحين عروضك على النيابه العامه. في قانون مين ده؟ في ايه ده؟ قانون مين؟ يعني انا هو عايزه اتحبس اشوف بالفعل؟ القانون. معلش استني، يعني هو اتحبس؟ يعني مضروب واتحبس؟ ايوه يا فندم، عايزين ياخدوه من المستشفى يلفوا ايدي كده باي شاش ويودوه الحبس هو فين للعمل، دلوقتي؟ وبعتلي 3 عربيات بوك. بصي بالراحة، والدك فين حاليا؟ انا والدي معايا دلوقتي. حلو قوي، انتي بتحكي على القصة دي ان هو بعد ما المستشفى وعملوا التقرير المبدئي راح عشان يعمل البلاغ، وكانوا في القسم عايزين يحبسوه، هل اتحبس؟ لا يا فندم، هو راح القسم الاول والقسم حوله على المستشفى العام عشان خاطر يعمل تقرير طبي. طيب وبعدين؟ فبعد ما اتعمل التقرير الطبي قالوا احنا النورس نتدخل في الموضوع ده اهوت، لان ما عندناش دكتور اوصاف، ولو ايوه عملنا العمليه هيحصل الحبس. نسبه عجز وهنديه تقرير على كده. فطبعا احنا ما رضيناش، لان نسبه عجز دي معناها ان ايده مش بتتحرك، ما رضيناش طبعا. طلبنا ان هم يحولوه على مستشفى ثانيه يكون فيها دكتور اوصاف. طبعا الضابط محمد قاسم طبعا ادى تليفون لمحمد عطا الله، ادى تليفون طبعا للمستشفى هناك ان هو لا ما يتحولش، ويقولوا كده باي ايده باي شاش كده ويتحول على الحبس ناحيه عرضه على النيابه. طب ده القانون مين لما انا والدي طيب يبقى ما انا ده ايده السؤال، برجع لك تاني نسرين بالراحة، ردي على السؤال من فضلك، يعني لما راح بعد ده تاني ما تحكيهوش تاني خلاص او تالت، بعد ما كانوا هيحولوه دلوقتي قال له يترف لف بشاش ويتحول للنيابة يتحبس، راح اتحبس فعلا؟ تمام. لا هو ما اتحبسش، لان بس ده نتيجه ايه حضرتك بقى؟ نتيجه ان الناس تجمهرت قدام المستشفى. الناس تجمهرت قدام المستشفى رفضوا ان والدي يتحرك. فلما الناس لقت ان الموضوع هيكبر قوي، وانا اخدت بعض حضرتك ورحت لمديريه الامن هناك عشان يلجأوا لنا، يرد بكل سخافه قليله جدا، هو انتوا يعني مدير الامن فاضلكم دي رتب؟ هو مدير الامن فاضلكم عشان يقابلكم؟ ما انا قابل مين لما الضابط متقال بجدي، ولما مدير الامن مش عايز يقابلني، ولما عايزين يحولوا وجهي كده هناك، ولما الناس تجمهرت قدام المستشفى يقول لي يا استاذ ياسر ما تعملش عشان حاطط فتنه، ما انت عايز مني ايه طيب؟ انا طيب بموت، بعد انت كده عايز ايه؟ ثانية واحدة، يعني دلوقتي هل اتعملت العملية؟ هل تمت المحضر ده تم قبوله؟ التقرير الطبي فيه تقرير بيؤكد ان فعلا والدك تعرض ايوه للضرب؟ يا فندم، اه ايوه يا فندم، معانا تقرير طبي. واللي زعل من كده يا فندم ان التقرير الطبي بتاع والدي معمول اكتر من 21 يوم ايوه. طيب يا بعد فندم. كده يعني ايه اللي حصل؟ كملي لي، يعني دلوقتي انا اتقبض عليهم اي حاجة ولا الوضع ايه دلوقتي؟ ولا حاجه يا فندم. بعد ما والدي طبعا سابوه هناك في المستشفى قعدوه كتير جدا، مش عايزين يودوه على المستشفى، قاعدينه كده في المستشفى عايزين ياخدوه على تخفيله. سابوا الولد بعد ما اخدوه سابوه، طلعوه اللي هو اصلا الجاني، طلعوه هو والده اللي علاقته بالظابط. راح الظابط صلته، راح قال له انت ووالدك روح عور نفسك وروح اعمل لهم تقارير طبيه كمان. ازاي يعني وراح اخد اخويا بمين؟ في حق مين؟ انا عايز افهم القانون ده بتاع مين؟ القانون ده متجرد على اساس ايه بالظبط؟ يعني وفي الاخر والدك انا طلع، عايز يعني والدك وفي طلع الاخر بالسلامة الوقت عارفه دلوقتي، مين؟ ولكن للأسف الوضع بالنسبة للقضية ده دول مش معمول لهم حتى، يعني ما اتعمل لهمش قضية، يعني مجرد ان اتقبض عليهم أخلى سبيلهم وخلصنا على كده. بص يا فندم، العمليه معموله بعد 3 ايام. تمام. والدي حصل له مضاعفات، انا والدي قعد اسبوعين في المستشفى، جاله غيبوبه بسبب السكر. لحد الان دراعه ملوث لان السكر عالي يا جدا، دراعه نسرين ملوث. نسرين، احنا بنتكلم ايوه يا دلوقتي فندم، في حقكم القضائي والقانوني، هل حصل ولا اي حاجه نوع يا من فندم. انواع الموضوع كله انتهى يا فندم ان احنا رحنا النيابه. بعد ما رحنا النيابه تاني يوم الولد طلع بكفاله 2000 جنيه، لحد الان سايبينه في الشارع لان التحريات طلعته، التحريات جايه قايله ان هي مجرد خناقه عاديه، يعني ما جابتش اي حاجه. لحد الان يا فندم اداه الجريمه ما جاتش مخبيينها. تاني حاجه يا فندم، احنا جنبينا هنا سوبر ماركت اسمه الصعيدي، في كاميرا تثبت حدوث الواقعه، ولما رحنا لمدير المباحث وقلنا له كان يوم 9/8 قلنا له ان في كاميرا، واتصل بضابط المباحث قال له روح صرخ الكاميرا سابوها يا فندم. الخناقه دي من يوم 23/7 لحد النهارده الكاميرا ما اتفرغتش، لحد ما الضابط محمد عطا الله كلم صاحب السوبر ماركت وهدده وقال له افتح الفيديوهات عندك لحد ما اتمسحت. انا عايز اعرف ده قانون ايه؟ الاداه لحد الان ما جابتش اللي هي الستينه، الكاميرا طب اتمسحت.
كفالة معناها انه تحت ذمة قضية. ايوه فين القضيه يا فندم؟ فين الاداب؟ فين الحاجات اللي انتوا بتتحركوا تورونا ان انتوا بتتحركوا صح؟ طيب انا انصحك طبعا يعني اللي انت بتقوليه ده طبعا بيدل على انه عشان هو يعني النقيب محمد ليه علاقه بيه وبالتالي عايز يضيع القضيه ويضيع حقكم. طبعا انصحك بان يكون في محامي معاكم، لازم محامي وهو اللي يطالب. طيب معانا يا فندم، بس احنا بالنسبه لرئيس الجمهوريه اللي يتدخل، الشرطه كلها متواطئه معاه. احنا لما ندخل اي ضابط بيقول هو انتوا سايبين القضيه كلها وماسكين في محمد عبد الله، كل ضابط بيتواطئ مع التاني ان هو يجري محمد عبد الله. ده ايه ده؟ طبعا احنا شفنا الفتره اللي فاتت قد ايه تجاوزات في الشرطه، فنامل يعني بالناشد وزير الداخليه والرئيس زي ما كان بيقول الوزير يعني وبيوجه انه يكون في عقاب لكل او يعني يكون في رصد لكل التجاوزات دي. انا بشكرك يا نسرين، كده احنا فهمنا الموضوع، بنامل انه يعني هنتابع معاكي ونشوف وصل الامر لغايه ايه، لكن اللي انا افهمه انه طالما كفاله معناها انه على ذمه القضيه، باقي بس ان يكون الحاجات والاحراز اللي انت بتتكلمي عليها والاثبات ان هو فعلا طعن والدك، المفروض تقرير المستشفى يعني بيكون واضح وصريح بانه في طعن، في قطع بالوتر، معناها ان في استخدام اله حاده. فيعني ان شاء الله، بس يمكن الموضوع عايز صبر شويه وما تتنازلوش عن حقكم، يعني طريقتك وانت بتتكلمي كده بتعني ان انتوا ان شاء الله يعني هتصبروا لغايه ما حقكم يجي باذن الله. والف سلامه للأستاذ يسري، وبنشكر نسرين يسري فهيم من البحيرة معانا.